أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار، نستهلها بأبرز ما فيها من موضوعات. رئيس الجمهورية يؤكد دعمه الكامل لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25. غدا القوة الجوية يبدأ مشواره في دوري أبطال آسيا، والشرطة يواصل التحضير لموقعة الدحيل. سنتابع أيضا، العراق يحصد المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، وعليوي يبارك بتحقيق هذا الإنجاز. في التفاصيل، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح دعمه استضافة البصرة لبطولة خليجي 25، وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن رئيس الجمهورية استقبل محافظ البصرة أسعد العيداني في قصر السلام ببغداد، ولفت إلى مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة، حيث جرى التأكيد على ضرورة النهوض بواقع أهلها عبر توفير الخدمات وفرص العمل لشبابها. وأضاف البيان أن صالح أكد دعمه لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25 لتجسد روح الأخوة والصداقة المشتركة، واصفا إياها بالخطوة الكبيرة نحو تلبية طموح الشارع الرياضي العراقي في استضافة البطولات الدولية. أشارت تقارير صحفية إلى احتمالية تأجيل بطولة خليجي 25 إلى العام 2022، ورجحت التقارير ذاتها أن سبب التأجيل سيعود أو يعود للتركيز على بطولة كأس العرب المقررة إقامتها في قطر في ديسمبر من العام الحالي، وهو الشهر نفسه الذي كان من المقرر أن تقام فيه بطولة الخليج 25. يذكر أن دولة قطر اعتذرت في وقت سابق عن استضافتها للبطولة الخليجية كدولة بديلة لإتاحة المجال للعراق لاحتضان الحدث، حيث قامت لجنة تفتيشية بزيارة مدينة البصرة للاطلاع على جاهزية المنشآت التي ستقام عليها المواجهات. يدخل منتخبنا الوطني بكرة القدم معسكرا تدريبيا في البصرة الشهر المقبل، تتخلله مباراة ودية أمام طاجيكستان. يأتي ذلك ضمن المنهاج الذي وضعه كاتانيتش للمنتخب تحضيرا لتصفيات الآسيوية المشتركة والتي ستستأنف في حزيران المقبل. عماد الركابي. وصلت لمحمد قاسم، عالية الكرة، محمد داوود. الشيء الأهم هو إعداد المنتخب الوطني بشكل مثالي، ولا يهم تأجيل الدوري، هكذا أعلنتها الهيئة التطبيعية في اتحاد كرة القدم بعد قرب موعد انطلاق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر وكأس آسيا في الصين، والتي ستنطلق بداية شهر حزيران المقبل في دولة البحرين، بعد أن أعلن الاتحاد الآسيوي أن تلعب التصفيات بنظام التجمع بسبب وباء كورونا. كاتانيتش طالب الاتحاد بدخول المنتخب الوطني بمعسكر تدريبي قبل السفر إلى المنامة، مع تأمين عدد من المباريات الودية. وبدوره الاتحاد فتح الاتحادات في القارة الآسيوية وحتى الإفريقية، وجاءت الموافقة النهائية الآن من منتخب طاجكستان سيلاقي الأسود في البصرة في 24 من شهر آيار المقبل، وبانتظار تأمين مباراة ودية أخرى بالقريب العاجل تكون قبل دخول الأسود في معترك التصفيات النهائية وإكمال تحقيق حلم التأهل إلى المونديال والاستمرار بتصدر المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات البحرين صاحب الأرض وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا. عماد الركابي، العراقية الرياضية. يواصل فريق القوة الجوية وحداته التدريبية على ملعب الشارقة الثانوي في الإمارات تحضيرا لمواجهة الشارقة يوم الأربعاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا. كتيبة أوديشو تسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى المباريات من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور القادم من البطولة. يذكر أن القوة الجوية ينافس في المجموعة الثانية إلى جانب الشارقة الإماراتي وبختكور الأوزبكي،
بالإضافة إلى تراكتور الإيراني. فريق القوة الجوية ولاعبين القوة الجوية على قدر المسؤولية وعلى قد الثقة اللي دائما ما نتكلم احنا بها عن هؤلاء اللاعبين ان شاء الله، ويبقى شعار النادي الاول والاخير، وحب الجمهور وحب النادي هو الاول والاخير. انتظرنا بطولة صعبة، الحمد لله الفريق جاهز، جميع اللاعبين جاهزين، ما عندنا اي مشاكل. مباراتنا بعد بكره ان شاء الله ويا الفريق الاماراتي. بالنسبه للموضوع اللي صار بالمطار، صار مشكله بالمطار، تاخرت عن وقت تقريبا ساعه ونص ساعتين، والحمد لله الموضوع هذا انفض على خير وسلامه، واتمنى الله يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله الفريق مستعد بيتم الاستعداد، الاجواء مثاليه، الحمد لله وشكر الفريق جاهز، ان شاء الله يا رب نقدم مباراه تظهر بصوره جيده بالنسبه لنا كلاعبين وكنادي جماهير القوة الجوية. نوعد الجماهير يا رب إن شاء الله نكون خير تمثيل بالمحافل الخارجية إن شاء الله. فريق جاهز بتم الاستعداد، الحمد لله شكر، ما عدنا أي نقص، ومثل ما تعرف ما نقدر نخفى عليك مجموعتنا مو بالسهلة، لكن فريقنا الحمد لله والشكر جاهز، وإن شاء الله نقدم شيء يليق باسم العراق وباسم القوة الجوية وجمهوره. احنا دائما نوعدهم بالبصمه مالتنا، وان شاء الله المباراه الاولى ويا فريق شارقه راح نكون بتتم جاهزين ان شاء الله، ونحقق 3 نقاط، واحنا ان شاء الله بالمجموعه نطمح للمزيد من التالق، نرجع ان شاء الله للعراق نكمل بالدوري مالتنا. الحمد لله الفريق كلهم اخوه، ماكو اي فرق بيناتنا، الحمد لله كل شيء جاهز، كل شيء عند المسؤوليه مالته، وان شاء الله نوعدهم بالمزيد من التالق ان شاء الله والفوز ان شاء الله. على صعيد آخر، كثف فريق الشرطة بكرة القدم تدريباته استعدادا للمباراة الافتتاحية أمام الدحال القطري الخميس المقبل ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويسعى القيثارة لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة رغم صعوبة المجموعة التي ينافس بها، حيث تضم فرق الأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والدحال القطري. وسيفتقد الفريق لخدمة مروان حسين ومحمد مزهر وأحمد جلال بداع الإصابة. يذكر أن الشرطة شارك في البطولة الماضية وخرج من الدور الأول للمسابقة. إلى دوري الدرجة الأولى، المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم، حقق فريق المرور فوزا على الجامعة بهدف نظيف في ختام مباريات المجموعة الثالثة. لحساب الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى العراقي، التقى الجامعة والمرور على أديم ملعب أمانة بغداد. استعداداتنا جيدة لهذه المباراة، يعني نقدر نقول عليها أنه هي تحصيل حاصل، بس احنا كل مباراة يعني ندخل بيها هي مباراة مهمة لنا. بالنسبة لنا ظروف انه المجموعة وقرارات التطبيعية يعني ما حالفتنا، بس الحمد لله والشكر يعني قدمنا اللي علينا، وفريقنا كان كلش ممتاز، بس الحظ ما حالفنا الحمد لله يعني. يعني نشكر الكادر التدريبي بقيادة الكابتن سامر سعيد والاستاف جميعا، ونشكر رئيس النادي الكابتن يونس محمود. استعدنا للمباراة كأنما هي مباراة نهائي، احنا معتبرين اي مباراه بالدور التاهيلي هي مباراه نهائي، بدينا من اول مباراه لحد مباراه الجامعه هي المباراه الختاميه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الله يوفقنا سبحانه وتعالى، ونصح احنا باقيين مصدر المجموعه، لكن هاي المباراه تعادل او فوز احنا مصدرين ان شاء الله. بصافره الحكم الاتحادي ضياء جنديل، دخل الفريقان المباراه وعينهم على تعديل سلم الترتيب. المرور يريد تعزيز الصداره، والجامعه يريد الوصول الى النقطه العاشره في المجموعة الثالثة. وبعد 45 دقيقة انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني دخل أبناء سعيد وأبناء عُشر المباراة ويريدون كسب اللقاء، إلى أن الكرة أبت أن تدخل المرمى حتى أتى الهدف الأول للمرور عن طريق اللاعب أحمد محمد في الدقيقة 71 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز المرور بهدف للا شيء لحسابي هذه الجولة. طبعا مبروك لنا بالتأهل، وهارد لك فريق الجامعة، قدمنا يعني مباراة تليق بسمعتنا، أكيد استقطبنا لاعبين جيدين ولاعبين شباب، ومثل الكادر التدريبي إن شاء الله القادم أفضل. ختمنا مسيرة فريق الجامعة طبعا بالمرحلة الأولى،
حاليا احنا بعد هذه المباراه مباراه المرور، اول شيء نبارك الفريق المرور التاهل. ان شاء الله يا ربي راح نرجع بعد فتره رمضان بعد العيد، راح نرجع نبدا تدريبات متقطعه تحضيرا للموسم الجديد. احنا راح نبقى على هذا الفريق نفسه ان شاء الله بالاتفاق مع الهيئه الاداريه، بالاضافه الى كم لاعب يعني راح يجون لاعبين خبره على الموسم الجديد. احنا افتقدنا بهذه السنه اللي هي اللاعبين الخبره للفريق. اكثر المباريات خسرناها احنا بعدم تواجد لاعبين الخبره من ناحيه الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه. فانا احب ان اشكر كل اللاعبين اللي اشتركوا ويانا بنادي الجامعه، واشكر الهيئه الاداريه على الدعم المتواصل للفريق. بهدف لا شيء انتهت مباراه الجامعه والمرور، وبذلك يعتلي صداره المجموعه الثالثه لحساب الدوري الدرجه الاولى. للعراقيه الرياضيه انمار عبد العزيز. توج نادي المسيب بطلا لدوري المحافظه لشباب كره القدم اثر فوزه على جنائن بابل بركلات الترجيح. المزيد مع علاء الجراح. اختتم دوري الانديه المحافظه للشباب بكره القدم بالمباراه الختاميه بين فريق شباب المسيب وفريق جنائن بابل، حيث تنافس الفريقان في شوط مباراتهما الاول حتى انتهى بهدف واحد للمسيب مقابل لا شيء لجنائن بابل. بطوله حقيقه افرزت طاقات شبابيه واعده. اليوم ان شاء الله النهائي مثل ما امامكم، ناديي المسيب وجنائن بابل قدموا عروض متميزه اهلهم انه يصدرون الفرق والمجموعتين وبالتالي يلعبون النهائي. الشوط الاول احنا كنا ضاغطين يعني بنسبه كبيره، وصار خطا تحكيم او لربما نقول خطا دفاعي، حصلوا على ركله جزاء، وكان الشوط الاول يعني اغلب الفرص انه بس كان ينقص اللاعبين الخبره وتوقف كورونا تعرفون يعني حصص تدريبيه ماكو، ان شاء الله بالشوط الثاني راح يكون اكو تعويض. شباب المسيب فريق يعني من افضل فرق المحافظه السنه، من افضل الفئات اللي عندنا بالنادي، صعد للنهائي بالفوز بجميع مباريات البطوله، ونتامل ناخذون المركز الاول. الشوط الاول انتهى 1-0 نادي المسيب، وان شاء الله عززوه بالشوط الثاني بهدف او هدفين. اما الشوط الثاني فقد عزز المسيب هدفه الاول بهدف ثاني، ومن صوله لجنائن بابل عادل الكفه بهدفين، ولكون المباراة نهائية ذهب إلى ركلات الجزاء ليحسم المسيب المباراة لصالحه. أشكر لاعبي نادي المسيب لأن قدموا موجود مجهود في غاية الروعة، والحمد لله هاي الفترة اللي كانت نجاحنا وأخذنا بطولة المحافظة. مبروك لفريقنا شباب نادي المسيب، هارد لك نادي جنائن بابل، وإن شاء الله التنظيم هذا حلو ويخبل وما بي أي شيء. وبعد الركلات الترجيحية نادي المسيب يتوج بطلا لدوري أندية المحافظة للشباب ليستولي على كأس البطولة في ختامها. من بابل علاء الجراح، الرياضية العراقية. في دوري كرة الصالات تغلب فريق شهربان على غازي الشمال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الدوري الممتاز. دريد المعموري. استضاف نادي شهربان بكرة القدم للصالات ضمن الدوري الممتاز نادي غاز الشمال، ومنذ بداية الشوط الأول بدأ المضيف عازما على تحقيق نتيجة إيجابية ليسجل الهدف الأول في الدقائق الأولى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد لغاز الشمال. الحمد لله والشكر تقدمنا بالنتيجة 4-1. كان شوط ممتاز لفريقنا، والحمد لله احنا محتاجين 3 نقاط. طبعا راح يبدأ الشوط الثاني إن شاء الله نحاول نحافظ على النتيجة أو نتقدم بالنتيجة حتى لا نعطيهم مجال يرجعون للمباراة. الشوط الأول رغم الصعوبات، رغم يعني فريق شهربان من الفرق المميزة بالدوري، فريق على ملعبه صعب جدا صعب، فإحنا رغم عدنا حرمان وعدنا طرد حوالي من 3 لاعبين إلى 4، وإن شاء الله بالشوط الثاني أخذنا بعض توجيهات المدرب والنصائح، وإن شاء الله بالشوط الثاني نحاول نعدل النتيجة. وفي الدقيقة 7 من الشوط الثاني تم طرد لاعب من نادي غاز الشمال ليكمل المباراة ب5 لاعبين، ورغم ذلك استطاع من تسجيل هدفين، لكن عدم وجود 3 لاعبين مؤثرين بسبب البطاقات الملونة أثر على أداء المباراة ونادي غاز الشمال، ليستطيع نادي شهربان من تعزيز نتيجته بهدف 5 لتنتهي المباراة ب5 أهداف مقابل 3 لنادي غاز الشمال. أكملنا الشوط الثاني تقريبا 12 دقيقة، احنا ب5 لاعبين،
سجلنا هدفين بالشوط الثاني، حاولنا نرجع للمباراه لكن ما سعفنا الوقت. هارد لك لفريقنا ومبروك لنادي شهر بعد. النتيجة 5-3، كانت نوعا ما اكو شك بالجول الثالث مال غازي الشمال، ولكن هاي هي كرة القدم، اخطاء حكام شوية بسيطة. الحمد لله والشكر كانت نتيجة شهربانية. وبهذه النتيجة اصبح في رصيد نادي شهربان 27 نقطة بانتظار مباراة بلدية البصرة. من محافظة ديالى دريد المعموري، العراقية الرياضية. إلى الدوري النسوي بكرة الصالات، حيث تمكنت سيدات القوة الجوية من خطف لقب البطولة بعد الفوز على الزوراء بثلاثة أهداف دون رد. المزيد مع زيد غالب. عندما نسمع باسمي الزوراء والجوية وهم يتواجهون كرويا، تختلف كل معاني المتابعة والجمالية في لقائهما، إذ يكون له مكانة خاصة تنتج حكاية فيها أحداث مشوقة دائما. وهذا الشيء تجسد أيضا في نهائي دوري كرة الصالات النسوي بين النورس الزورائي والصقر الجوي. البداية هدوء نسبي استمر لدقائق معدودة، لكنه سرعان ما انتهى ليضغي عنصرا السرعة والقوة على الفريقين اللذين أخذ كل واحد منهما يضغط على الآخر. نساء الجوية وجدنا منافذ تمكننا من خلالها من تسجيل الهدف الأول. الهجوم المباغت تميزنا به الزورائيات، إذ أردنا تحريك شباك خصمهن، لكن الشباك بقيت دون حراك بسبب قوة الخط الدفاعي وحراسة المرمى، ليستمر نشاط الفريقين كشعلة نار. المتقدم يسعى إضافة هدف آخر، أما المتأخر فيعمل على تعديل النتيجة بكل الطرق، لكنه لم يتمكن، بل بالعكس تحركت شباكه بهدف ثاني للجوية، استطاع من إنهاء هذا الشوط بهدفين نظيفين. الشوط الثاني المدربان وضعا خطط جديدة لإعادة الحسابات ولتصحيح الأخطاء. الصقر الجوي سرعان ما حلق ليقتحم عش النوارس من كل الجهات، الأبيض بقي يدافع لإبعاد الخطر عنه من خلال تشكيل خط دفاعي متماسك، لكنه لم يصمد كثيرا أمام سيل الهجمات الجوية ليضيفوا الهدف الثالث. الزورائيات رغم تأخرهن إلا أنهن لم يرفعن الراية البيضاء رغبة في تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي. هدف الشرف بقي غائبا لينجحن نساء الجوية من إنهاء اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة. لاعبات على مستوى عالي بكل أمانة قدمن بهذه الفترة والثلاث لعبات اللي لعبناها بأرقى مستوى، من واجبات، من التزام، من عمل. إحنا لأن فريقين صعبين بالمجموعة اللي هو غازي الشمال واللي هو نادي الزوراء. تغيرنا المباراة بشكل تكتيك، لكن هاي إمكانيات اللاعبات البدنية، زائدا الأخطاء موجودة، ضغط عالي، مباراة ضغط عالي، مباراة زوراء وجوية كبيرة دائما. قدرنا نحقق الفوز على نادي الزوراء طبعا بجهود اللاعبات والكادر التدريبي والإدارة. فريق الزوراء قدم أداء جيد جدا، لكن الحظ لم يحالفنا بهاي المباراة بالذات. الحسابات بعد انتهاء هذا اللقاء وضعت فريق الجوية بالمركز الأول، وحل ثانيا غازي الشمال، وكان بالترتيب الثالث الزوراء. بعد رحلة طويلة وشاقة استطاع الصقر الجوي من الانقضاض على كأس الدوري وبكل جدارة، الذي جاء بتضافر كل الجهود المنضوية تحت خيمة هذا الفريق، مما أطلق الفرحة لكل العشاق والمناصرين لاسم القوة الجوية. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. حصد المنتخب الوطني لألعاب القوى المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية التي أقيمت على مدى يومين في مدينة مشهد الإيرانية، بعد أن حصد 14 وساما متنوعا ليحل في الترتيب الأول، إذ حقق منتخبنا 8 ميداليات ذهبية وفضيتين وأربع ميداليات برونزية، حيث قدم لاعبونا في البطولة أداء ملفتا مكنهم من تحقيق هذا الإنجاز. يذكر أن هذه المشاركة هي الأولى للمنتخب الوطني لألعاب القوى خارجيا بعد إغلاق المدن جراء اجتياح جائحة كورونا منذ العام الماضي. هذا وبارك رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب النائب عباس علياوي باسم اللجنة حصول العراق على المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة مشهد مثلما ذكرنا. وقدم النائب علياوي التهاني والتبريكات
إلى اتحاد ألعاب القوى والملاك التدريبي للمنتخب الوطني واللاعبين بالإنجازات المهمة في هذه البطولة ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الرياضية العربية والإقليمية والدولية. في بادرة هي الأولى من نوعها في محافظة الموصل شاركت أكثر من 50 فتاة في ماراثون التحدي من خلال سباق للدراجات الهوائية. خالد الجبوري معه التفاصيل. في بادرة قد تعد الأولى من نوعها على مستوى مدينة الموصل، أكثر من 50 فتاة موصلية شاركن في ماراثون التحدي من خلال سباق للدراجات الهوائية، والذي أقامته منظمة جسر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، حيث انطلق السباق من الجامع النوري الكبير منتهيا في سوق النجفي أقدم أسواق المدينة. الحمد لله قدرنا اليوم نقيم هذا العرس الجماهيري للدراجات الهوائية، والرسالة نريد نوجهها للشباب والمجتمع أنه قيادة المرأة للدراجة الهوائية ما بها أي مشكلة، ما بها أي عيب، وإحنا نشجع على هذا الشيء وندعم المرأة حال حال الولد. اليوم ركوب الدراجة الهوائية للبنات والأولاد يعني فشي كان نجاح كلش كبير. هذا انطلاق أول فريق دراجات هوائية نساء في مدينة الموصل. الفكرة صار لها سنة ونص احنا شغالين عليها، ما قدرنا نطبقها لأنه ما كان عندنا دعم. اليوم حصلنا دعم من منظمة اليو بي بي وقدرنا نشكل هذا الفريق، وإن شاء الله عندنا بعد نشاطات بهذا الفريق ومستمرين. عدد المشاركين 35. الانطلاقة كانت من جامع النوري وإلى هالمكان المكتبة العربية اللي وراء شارع النجف. عندنا مبادرات مستقبلا اللي هي بتشكيل فريق دراجو الموصل. الفريق راح يكون مكون بنات واولاد، وعندنا عده نشاطات ولكن ما نحب نذكرها حل. رساله كلش واضحه والكل شافها انه احنا نريد نفعل دور المراه في مدينه الموصل او بالتحديد في نينوى. اقمنا الدوره لمده 5 ايام بالتعاون مع مديريه شباب ورياضه نينوى ودعم من منظمه اليو بي بي لتفعيل وتطوير دور المراه. دربوهم لمده 4 ايام على الدراجات الهوائيه، وهاليوم كان لهم ماراثون. غايتنا من هذا التدريب ومن هاي الفعاليه انه البنت هي تقدر تسوي كل شيء، تقدر تروح لمدرستها او للاسواق او ممكن لدوامها عن طريق الدراجه الهوائيه. الفتيات المشاركات اكدن على ان هذا النشاط جاء للتاكيد على دور المراه والفتاه في المجتمع الموصلي، وان حقها في قياده السياره او العجله الهوائيه ليس مقتصرا على الرجال فقط. حاب اوصل الرساله انه مو عيب تسوقون بايسكلات، وهذا شيء طبيعي من حق اي بنت تسوق بايسكل يعني. ويعني كانت ماراثون ممتع كلش يعني. طبيعه المشاركه كانت عن طريق منظمه اليو بي بي اللي هي يعني متطوعه بها. احنا منظمه اليو بي بي تقدم دورات تدعم المراه، تشجع المراه، فكانت من ضمن هاي الدورات دورات الدراجات الهوائيه، فشاركت بها اني لان حبيت اوصل فكره ان البايسكل ظاهره حضاريه. اني جاي من منطقه متحفظه بالعادات والتقاليد، يعني فحبيت اوصل فكره انه الدراجه الهوائيه ظاهره حضاريه، وسيله نقل حال السياره. يعني هسه احنا حاليا نسوق سياره، شنو يمنعنا من نسوق الدراجه الهوائيه؟ رساله مفادها ان للمراه حقوق كما للشباب طالما كانت ضمن حدود اللياقه والاعراف، فقيادتها للدراجه الهوائيه ليس بالامر المعيب، كما يعتبر تحديا للأفكار الظلامية التي حاولت اضطهاد المرأة وسلب حقوقها. لقناة العراقية الرياضية، خالد جبوري، الموصل. مشاهدينا، النشرة انتهت، لم يبقى إلا أن نذكركم بأبرز ما جاء فيها من موضوعات. رئيس الجمهورية يؤكد دعمه الكامل لاستضافة البصرة بطولة خليجي 25. تابعنا أيضا، غدا القوة الجوية يبدأ مشواره في دوري أبطال آسيا، والشرطة يواصل التحضير لموقعة الدحيل. العراق يحصد المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، وعليوي يبارك بتحقيق هذا الإنجاز. لمزيد من الأخبار أو عفوا إبداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام. شكرا لكم، إلى اللقاء.